فتحت الفيسبوك لقيت بشار الأسد عم ينتخب نفسه، يعني قمة المهزلة واستخفاف بعقول الناس. فأنا كمان جيت لهون لأدلي بصوتي وقل له لا لشرعيتك، لا للانتخابات المهزلية اللي عم تصير، لأني أنت قتلت وهجرت واعتقلت السوريين اللي لسه موجودين بمعتقلاتك. نحن هون وكل الشعب وأحرار العالم جايين نقول إنه هاي الانتخابات باطلة ولا شرعية لها. أقسم بالله إنه منظر الأحرار من كل سوريا إنه برد الروح. نحن جينا بشكل عفوي لنقول لكل دول العالم انه الشيء اللي عم بيصير عند النظام مسرحي، انتخاباته غير شرعي، انه مجرم قاتل قتل 2 مليون سوري وهجر نصف الشعب السوري.